وتم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في معرض أبوظبي للكتاب الإعلان عن التوجهات الاستراتيجية الرئيسة في السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات. على 7 محاور أساسية بنيت الاستراتيجية الوطنية للقراءة للسنوات 10 المقبلة. هذا ما كشف النقاب عنه على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب لمجموعة السياسات الحكومية والمشاريع الوطنية الهادفة لترسيخ عادة القراءة في مجتمع دولة الإمارات. هناك مبادرات أيضا في جميع الوزارات تقريبا. الاستراتيجية هاي ستكون جزء من مؤشرات أداء موجودة في الحكومة الاتحادية. إدارة الأداء في الحكومة الاتحادية في رئاسة مجلس الوزراء ستتابع تنفيذ هذه الاستراتيجية بصورة سنوية. طبيعة الحال ستطور هذه الاستراتيجية أيضا وتناقش مع الأخوة المثقفين والإعلاميين والتربويين بصورة سنوية. الهدف هو زيادة كمية المعرفة في دولة الإمارات. الهدف هو الإنسان الإماراتي وبناء مجتمع معرفي متسامح إنساني عالمي. تغيير الأنظمة التعليمية لدعم القراءة هو البرنامج الذي تبنته وزارة التربية والتعليم في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للقراءة. كوزارة التربية والتعليم طبعاً نحن عنا مرحلة مهمة من عمر الطفل يقضيها معانا، بس بعد دور الوزارة مكمل لدور الأسرة، والمدرسة هي عبارة عن البيت الثاني للطفل أو للمراهق. المدرسة لازم توفر بيئة يعني تشجع الطالب وترغب فيه وتزرع فيه حب القراءة والاطلاع، لأن بدون القراءة وتنمية المحصول القرائي لدى الطلبة وتشجيعهم على زيادة عدد الكتب اللي يقرؤونها سنوياً لن نصل إلى الأهداف المرجوة. فنحن نتكلم عن نقلة نوعية في دولة الإمارات، نتكلم عن اقتصاد معرفي، نتكلم عن ابتكار. هذه الأمور لن نتمكن من الوصول إليها إلا إذا كان عندنا طلبة سواء كانوا مواطنين أو وافدين مقيمين على أرض الوطن عندهم الرغبة والحماس للاطلاع وقراءة الكتب، سواء كانت كتب مطبوعة أو كتب إلكترونية. أما البرنامج الصحي التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع يقوم على بناء الإمكانات الذهنية للأطفال والحفاظ على القدرات الذهنية لكبار السن. لابد أن نركز على الطفل منذ البداية، من المرحلة خلينا نقول اللي هي صفر حتى وهو جنين. نحن نتكلم أن من المرحلة زيرو إلى 3 سنوات تتكون 60% من قدرات الطفل العقلية تتشكل في خلال هذه المرحلة، وبالتالي قد نهمل كأولياء أمور نسبة كبيرة في التعامل وتركيز مبدأ القراءة في هذه الفترة. بينما برامج الإعلام والمحتوى سيشرف عليها المجلس الوطني للإعلام، بحيث توضع سياسات إعلامية تدعم القراءة وخطة وطنية تدعم النشر. نحن الآن من خلال هذه الاستراتيجية مقبلين على 10 أعوام قادمة بتركز في أساسها وفي محاورها الرئيسية على الفكر والمحتوى والنشر والمعرفة. دائما وأبدا تسعى دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الحكومية وكذلك المبادرات المتعلقة بالقطاع الخاص والمؤسسات كلها بأن تكون دولة الإمارات منصة حقيقية أو منارة أو مركز وعاصمة عالمية للفكر والمحتوى والثقافة والمعرفة في المنطقة. هني يتبين بشكل واضح دور الإعلام وبالأخص دور المجلس الوطني للإعلام في تحقيق وترجمة رؤية القيادة بهذا الصدد. قراءة مدى الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع يقوم على تفعيل دور العمل التطوعي ومبادرات المسؤولية المجتمعية لدعم القراءة. برنامج القراءة مدى الحياة هي عبارة عن يعني إنشاء قاعدة المتطوعين، نريد نشرك جميع فئات المجتمع للقراءة لفئات مشمولة عندنا في المجتمع مثل الكبار في العمر، المسنين، ذوي الاحتياجات الخاصة، الصغار، فنريد أن القراءة تصلهم، فكيف تصلهم؟ نريد المتطوعين يقرؤون لمن لا يستطيع القراءة.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للقراءة جاءت في إطار عام القراءة 2016 الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفي ضوء مخرجات خلوة المئة التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في نهاية العام الماضي.